حلقتنا النهارده من برنامج يوم جديد بنقدمها من داخل الاذاعه المصريه عن احدث الاعمال الفنيه اللي هنسمعها ان شاء الله في شهر رمضان، ولقاءات مع قيادات الاذاعه ومع النجوم اللي هيقدموا لنا الاعمال الاذاعيه. استنونا وحلقه جديده ويوم جديد. دائما سوسن بدر متألقة في الإذاعة ومتألقة في التلفزيون. النهاردة بنتكلم عن الإذاعة وهنتطرق شوية للتلفزيون. برحب بحضرتك معانا يا فندم. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. عايزة حضرتك تكلميني عن مشاركتك النهاردة في مسلسل إذاعي باللغة العربية الفصحى بيضم مجموعة من النجوم من نخبة النجوم الحقيقة الموجودين. ودي حاجة جميلة وتشرف وتسعد. الإذاعة فن جميل وراقي وأنا شخصيا بستمتع بيها وسعيدة جدا النهاردة إني موجودة في الإذاعة المصرية. بنحضر عمل مهم جدا لأنه بيحكي عن فترة مهمة جدا في تاريخ مصر الفاطمية. ومعنا الأستاذ محمد رياض، أستاذ باسم يقورية، إخراج الأستاذة أميرة، ومعنا أسامي كتير جدا ولقاء سويدان وأحمد صيام. الفترة دي فترة مهمة جدا كانت في تاريخ مصر، ولطيف قوي ان احنا بدأنا نهتم بالأعمال التاريخية لان متهيألي ان قراءة التاريخ في الفترة دي بذات مهمة قوي. حضرتك ممكن تكلميني عن دورك؟ أكيد دور مهم جدا في المسلسل. بعمل دور ست الملك، وهي معروف التاريخ التاريخ الفترة دي من مصر إنها هي كانت امرأة قوية جدا وحكمت من وراء ستار لفترة طويلة، خصوصا إن أخوها لما مسك الحكم بعد وفاة أبوهم ما كانش قوي، ما كانش ذو شخصية قوية. فبنشوف بقى الفترة دي بمؤامراتها بخيوطها بكل حاجة فيها، وأحداث لطيفة جدا بقوة شخصية السيدة المصرية. بالظبط بالظبط. عايزة حضرتك برضو مش معقول هنكون بنسجل معاكي وما نتكلمش عن أحدث الأعمال اللي هنشوفها إن شاء الله في الفترة القادمة من خلال التلفزيون. إن شاء الله في مسلسل لطيف جدا أنا بحبه قوي، هو لايت كده، مش كوميدي بس اجتماعي، اسمه كده الحموات مع هلا صدقي وانتصار، إخراج الأستاذ أحمد صقر. بيتكلم مش عن الحموات زي ما باين من اسمه، هو بيعرض لمشاكل الشباب والبنات والمشاكل الاجتماعية في الفترة دي من خلال ثلاث صديقات بيتجوزوا من ولاد بعض، فبنبقى احنا الحموات. بس هو ده مش الحكاية الرئيسية فيه، بس هو كوميدي لطيف خفيف. وفي سبع وصايا ان شاء الله برضو هنشوفه في رمضان، واعتقد ان هو هيبقى مسلسل مختلف على العين اللي بتشاهد اللي متعودة على نوعية معينة من المسلسلات. هو مسلسل مختلف قوي، كتب الأستاذ محمد أمين راضي وبيخرجه الأستاذ خالد مرعي. الفنان السوري باسم ياخور منورنا في القاهرة، هنتكلم معاه ونعرف أحدث الأعمال اللي بيقدمها لنا من خلال إذاعتنا المصرية. بنرحب بحضرتك معانا في مصر. الله يخليكي، شكرا. منور. عايزة أعرف إن شاء الله النهاردة بيتم الإعداد لإيه في الإذاعة المصرية؟ اللي هو مسلسل تاريخي تناول مرحلة معينة أو حقبة معينة من تاريخ مصر، وعمل طبعا باللغة العربية الفصحى، وهو عمل مكتوب بطريقة الأعمال التاريخية، يتناول مرحلة الحاكم بأمر الله، وأنا بكون شخصية برجوان اللي هو الخادم وصاحب المؤامرة والدسيسة اللي بيحاول أنه يعني يحط إيده على كل مقاليد الحكم من خلال التحكم بالحاكم والتأثير عليه وعلى قراراته. عمل لطيف ومهم ومكتوب بطريقة حلوة، وهي بالنسبة لي تجربة أكون فيها موجود في مؤسسة عريقة اللي هي الإذاعة المصرية، ودي أول تجربة لي في الإذاعة المصرية، فأنا سعيد جدا بأن أنا بخوض التجربة دي.
احنا كمان سعداء ان احنا زي ما بنشوفك على شاشة التلفزيون هنسمعك على عبر الاسير. بس عايزة اعرف بما انها اول تجربة في الاذاعة، ايه الفرق ما بين الاداء الاذاعي اللي هو صعب جدا عن الاداء التلفزيوني؟ لان الناس بتبقى في التلفزيون شايفاك وسمعاك، هنا بس لازم احس بكل حاجة من خلال صوتك بس. بالضبط، انا عندي تجارب اذاعة كانت موجودة في سوريا، لكن التجربة هنا في يعني احنا يعني بنتكلم باللغة العربية الفصحى، فهي ده قاسم مشترك مش بعيد، زائد ان الاصدقاء كلهم والاساتذه اللي موجودين يعني الجو لطيف جدا، ففي مساعدة. الاختلاف في التمثيل ما بين الحالة الإذاعية والحالة التلفزيونية او السينمائية انك انت بتعبري بصوتك، بتستخدمي كل وسائل التعبير من خلال صوتك ومن خلال نبرة الصوت، فيبقى التمثيل كله متكثف ومتركز في طريقة الأداء الصوتي. أما طبعا الأداء التلفزيوني أو الأداء السينمائي فأنت عندك وسائل مساعدة أنك ممكن تقولي أحيانا الجملة وأنت بتوضحي معناها من خلال تعبير وشك وملامح الوش. فطبعا الأداء الإذاعي يعتبر في كل الدول يعتبر هو الأساس للتمثيل، وأن الناس اللي هي بتشتغل أصلاً في الإذاعة وتنطلق من حالة التمثيل في الإذاعة تتمكن من مهنة التمثيل ومن صنعة التمثيل بشكل كويس وبشكل متقن جداً. مثلاً عندنا في سوريا في مخرج من أهم المخرجين في سوريا، هو بدأ في الإذاعة وعمل مسلسلات إذاعية كتير، وبعدين انتقل للإخراج السينمائي والتلفزيوني اللي هو أستاذ هشام شربتجي. كان بيسمع يعني من غير ما يشوف بيسمع احيانا، وهو بيسمع يقول لنا لا هنعيد تاني. فهو ده التكنيك، وهي دي التفاصيل اللي تخلي فعلا الاداء او الشغل في الاذاعه تحديدا بيدي الممثل امكانيات عاليه جدا انه يؤدي باحساس عميق. الفنان محمد رياض كمان النهارده منورنا في الاذاعه المصريه، هيكلمنا عن العمل اللي بيقدموه النهارده او بدا تصويره النهارده. حضرتك ممكن تكلمني عن العمل اللي بتقوموا بيه؟ طب احنا بنعمل مسلسل الحاكم بامر الله، وهو يعني بي 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 بيحكي فتره تاريخيه مهمه جدا في تاريخنا، مسلسل لغه عربيه، ومعنا مجموعه كبيره جدا من الفنانين. يعني معنا أستاذ سوسن بدر وأساتذة كتير جدا معنا في العمل، ويا رب إن شاء الله على رمضان، ويا رب الناس يعجب الناس يعني إن شاء الله. إن شاء الله إحنا السنة دي هنستمتع بحضرتك من خلال الإذاعة بس. الإذاعة ما لحقتش رمضان السنة دي، لسه مخلصناش يعني، بنعمل مسلسل بس لسه مخلصناش، هيبقى لأنه 60 حلقة، فهيبقى بعد رمضان إن شاء الله. بس عندي كمان مسرح وعندي فيلم إن شاء الله بعد العيد إن شاء الله. ما هو ده سؤالي بقى اللي جاي، أحدث الأعمال الفنية اللي هنشوفها لمحمد رياض إن شاء الله في فترة قادمة؟ في فيلم هنعمله إن شاء الله عن تاريخ الثورة من 25، لأن الفترة دي ما تأرختش سينمائيا يعني، فإحنا في فيلم هنعمله عن الثورة، بس احنا كنا مستنيين شويه لغايه ما نشوف الدنيا راحت فين يعني. فتقريبا يعني الحمد لله ان شاء الله الفتره اللي جايه خلاص باذن الله مصر هتستقر، والفتره اللي جايه ان شاء الله نطلع لقدام باذن الله يعني ان شاء الله. فالفتره دي هنعمل بقى، نبدا نعمل لانه كان بقاله 3 سنين مكتوب وما كناش اشتغلناه لان ما كانش باينه لسه، فهنبتدي ان شاء الله في يعني بعد العيد ان شاء الله. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. بنرحب بحضرتك يا فندم معانا. اهلا وسهلا بيك وقناه اولى. عايزه حضرتك تكلمني عن كتابه عمل باللغه العربيه الفصحى، عمل قوي زي اللي بيقدم النهارده ونجومه كلهم نجوم الحقيقه صف اول.
اولا الحمد لله انا من هواة كتابه اللغه العربيه. مسلسلات اللغه العربيه بيبقى لها طعم خاص، بيبقى فيها، في ناس فاكره ان الكتابات التاريخيه بندرس تاريخ او بندي ماده تاريخيه، ابدا. كتابه الاعمال التاريخيه بتدي اسقاط عن الواقع. يعني لو كلمنا عن المسلسل اللي احنا فيه الابناء العزيز، بنلاقي كله اسقاط عن الواقع السياسي اللي احنا فيه حاليا. هو عبارة عن الصراع المعروف بين الحاكم وست الملك، لكن الواقع السياسي اللي احنا فيه ان تعرف طبعا حضرتك لما المعز الفاطمي جه جاب المغاربة معاه، فالمغاربة لما جم الايام فترة الحاكم عاوزين يستردوا مكانتهم اللي ابو العزيز ما كان حطها فيهم منهم، فلما حبوا يستردوا مكانتهم ولا الوزارة زي رئيس وزارة اسمه وسيط الحكم لواحد مغربي اسمه ابن عمار. اول ما جه خلع الوظائف عن المصريين كلهم او عن داوين عن المصريين كلهم، وعين كلهم مغاربة من شعته ومن فصلته، لدرجة الناس اتخنقت حتى في الحارة كفوري البائعين في الشوارع بقولك احنا كدنا شم رائحة المغاربة واحنا ماشيين جاي عشان يعين كل فصائل الدولة كلها منه. فطبعا الناس استاءت وصارت، وده بيدي اسقاط عن الواقع السياسي اللي احنا لسه خارجين منه. اللي ميجي حد ياخد فصيل سياسي ويتولى الحكم عن طريق عشيرته وعن طريق ناسه، فده بيدي اسقاط سياسي انت ما تقدريش في العمل الاجتماعي العادي تقدر تقول عليه، تقدر تقولي اللي انت عايز تقوليه اكتر من العمل التاريخي. وانا بعتبر نفسي الحمد لله يعني ممكن يعني الى حد ما بجيد التعامل مع الاعمال التاريخيه، وده يعتبر تاني عمل تاريخي ليا مع نجيب محفوظ قبل كده كان في كفاح طيبه. العمل الإذاعي أهم أعضاء فريق العمل هو المخرج، مخرج الإذاعي. معانا الأستاذة أميرة، هي مخرجة العمل، أستاذة أميرة الدسوقي، هي هتكلمنا أكتر عن إدارة عمل إذاعي. أستاذة أميرة بنرحب بحضرتك ومبروك المسلسل الجديد. ميرسي يا حبيبة قلبي، وقلب مبروك علينا كلنا. طبعا عايزة حضرتك تكلميني عن عمل هيقدم في شهر رمضان، بيقدم باللغة العربية الفصحى، ومعاكي كوكبة من النجوم. احنا معانا ان شاء الله استاذة سوسن بدر واستاذ باسم واستاذ احمد صيام واستاذ لقاء سويدان واستاذ فايق عزم، مجموعة معانا قصد من الاساتذة، اساتذة اللغة العربية. هو عمل بيتكلم عن الفترة الفاطمية، عن الحاكم بأمر الله. احنا شخصية الحاكم شخصية معروفة عنها ان هي شخصية مجنونة، بس احنا بنقول في العمل ده ان شخصية الحاكم كانت يعني تصرفاته كان ليها سبب، ما كانش بيعمل حاجة من غير سبب، لان هو ده اللي معروف عن الحاكم ان هو شخصية يعني مش مجنونة يعني. وحوي يا وحوي مرحب رمضان، رمضان جنة جت من الرحمن. حلقتنا النهاردة كانت عن المسلسل الإذاعي اللي هنقدمه لكم من خلال الإذاعة المصرية وشبكة الإذاعة الثقافية. واستنونا بكرة وحلقة جديدة وموضوعات متنوعة من داخل الإذاعة ومن خارجها كمان. كل ما يهم المواطن هتلاقوه عندنا في يوم جديد. رمضان فرحة، شجرة وطرحة.